السلام عليكم، يا جماعه مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع لاول مره كولد بلاك اوبس كولد وور او كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. اللعبه هذه هو نازله، فالامانه للحين ما تاقلمت مع اللعب زي كذا، لكن في اشياء يبغى لها تغيير شوي، يعني منها المبات. ودي يضيفون مبات اكثر ومبات تكون اصغر شوي من ذا المبات اللي حاطينها، لان المبات جدا كبيره تعتبر. باذن الله انهم يسوون هالتغييرات قريب. عموما مقطع اليوم مع اليوتيوبرز اللي اساميهم طالعه قدامكم في الشاشه، ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. لاول مره انزل كود، فأبغى أشوف دعمكم. بإذن الله في مقطع جاي بعد، فإن شاء الله يجيكم مقطع واستمتعوا بالمقطع. يا الله كل شيء ادعس، ولا انا ما اعرف ذا الماب، اول مره العب فيه. ليش ارجع يا ساتر. والله طلقت والله. منزل رادار حلوين. سبحت يس. بساتر منين طلع ذا؟ اعطاني هيت، اعطاني هيت يقطع من القهر. والله مو بنافع السلاح ابد. وضعية الكوماندو سلاح من اول، قسم بالله ما ينفع ذا الماب. يا رب يا كريم اني افوز، عندما اتوقع. اوكي واحد رسمه وراي، جي جي والله. يا ساتر ريسبون. لا يا الدرج، لا اوكي. ايش اقلبها؟ تحت طار. اوه تكفى.
اللاعب كود. صفقة شباب صفقة. طبعا الجيم الأخير كان أتوقع يا الجيم الخامس يا الرابع، في جيم ما لقيته تسجيل فأعتذر على هذا الشيء، لكن الجيم اللي ما شفتوه غالبا إنه سيء. بإذن الله المقاطع الجاية حقت كود راح تشوفون الأداء أفضل من كذا. بحاول اني اتدرب، بحاول اني العب كثير. والحين الجيم كان تطعيم، بس التطعيم ما كان عليه اي نقاط، الجيم كامل ما عليه اي نقاط، كان للمتعه فقط، لكن كان من افضل الاجزاء بالنسبه لي، فاستمتع في الجيم. لا 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 شيلها برشاشة يا عيال، تشخيط تشخيط ركان معرق. شخطوه يا عيال شخطوه ركان. الا 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 موجود في الجيم ركان. تطعين تطعين يجي. لا 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 تفنش. دقيقة سلم دقيقة بس اصلا عودي والله بالله انا واحدة فوق ما اني الاخير في الايام. ركال ركال انا اجي اسبها احد عيال. من اللي خرب الفينش عيال اخيرا. لا هلا ابي هلا ابي والله يقدم لي انا طوشة مدارس. شنو طعني وانا فوق الدرج. اوه شت يا اخي طلع. والله حسن يبقس ما يطعن. كم شو تنقز من فوقي طعنتك. الله يخرش العدو. والله يخرشت. اوه والله يا حسن استلمنا. ركان 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 ركان. وقف وقف وقف. لا ما تفنش عيار اشوى. شكرا والله رايح فيني وانا اعدد لك. والله كنت والله طعنت. الله تربلته. لا لا خلني. ما فهمت والله ما تسمع الا اصوات. يلا يلا خليه ينزل خليه ينزل بس انا ما عندي $1000 والله. يا ساتر القوم. لا لا تكفى الحمد لله حسيتك سنشني. لا الو البقوت اسرع ولا ليش؟ ايوه ايوه لا لا يبقسون ما ادري زبده نون هيت يعني هذا. يا اخي والله العظيم انا بالتشخيط استغفر الله العظيم. واحد كان وراي والله كان ناويني. ايش ليش وقفت يا حيوان ليه؟ لا لا ناوي يفنشني. ايش زابن عند الباب؟ القم القم زابن. لا شلون؟ شلون الفنش يقلب علي كذا شلون؟ شلون؟ يا يعني ما في احد وينكم؟ ما بتنحاج. لا لا. يوه. الو؟ الفنش يخرب كل شوي والله، ثالث مرة يخرب علي الفنش. انت فنشت وفنشت وما ادري ايش صار. يا الله ليه كذا ليه؟ لا 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 ايوه تعال 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 صح عليك شباب خلونا خلونا خلنا يا اخي انا ابغى افنش كنت. اوكي لا 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 ساتر والله شكلك دحوم سامعك بس قلت بقدر يا ساتر شاورما. طعن لا بدونتم هاي. ايه اوكي انا اللي خمت قلت كيف طعني وانا طعنه. كلهم يلحقون بحب كل واحد يفنش الثاني. يو سوتر من سالك كفت ما نعرف اذبحه ركان جي جي فاز دحوم. والله طعني العين والله رميت شباب في شرف في المركز الثاني شباب من الاخير قبل الاخير الله جي جي شباب ما قصرتوا شرفتوا والله عيال